موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. قال السدي رحمه الله، قال ابن كثير رحمه الله، قال السدي: إن الله لما انقضت الأربعون سنة التي قال الله فإنها محرمة عليهم أربعين سنة، بعث يوشع ابن نون نبيا فدعا بني إسرائيل فأخبرهم أنه نبي، وأن الله قد أمره أن يقاتل الجبارين، فبايعوه وصدقوه. وانطلق رجل من بني إسرائيل يقال له بلعم، وكان عالما يعلم الاسم الأعظم المكتوم، هذا اللفظ إثباته ليس من كتاب ولا سنة، أعني الاسم الأعظم المكتوم، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد قال في عدد من الأسماء الحسنى: من دعا بها لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي به أجاب. فليس مكتوما بمعنى معلوما مجهولا للناس، فإن هذا من الإسرائيليات، يمكن أن يكون مكتوما عندهم. الله عز وجل قد أمر الناس بأن يدعوه بالأسماء الحسنى التي وردت في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاسم الأعظم منها، وإن كان قد تنوعت الأحاديث فيه، وأقرب ذلك أنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أو الله الحي القيوم، أو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقد ورد ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام في رجل سمعه يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي. فقال: لقد دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب. وكذا قال في قوله في رجل سمع قوله: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. قال: لقد سأل الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب. وورد أيضا اسم الله الأعظم في ثلاث سور: البقرة وآل عمران وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم. من تتبع ذلك وجد أنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالله أعلم أي ذلك ينبغي على المؤمن أن يجتهد فيما علم. أما أن هناك سر مكتوم لم يبلغه الأنبياء، فربما كان ذلك لمن قبلنا لجهلهم، ويعني جهل كثير منهم،
وهذا لا يعني يثبت عندنا، هذا إن صح. قال السدي: وكان انطلق رجل من بني إسرائيل يقال له بلعم، وكان عالما يعلم الاسم الأعظم المكتوم، فكفر لعنه الله، وأتى الجبارين وقال لهم: لا ترهبوا بني إسرائيل، فإني إذا خرجتم تقاتلونهم أدعو عليهم دعوة فيهلكون. وكان عندهم فيما شاء من الدنيا، غير أنه كان لا يستطيع أن يأتي النساء، يكتبنا يعظمهن لعظمهن، من عظمهن، فكان ينكح أتانا له، وهو الذي قال الله تعالى: فانسلخ منها. وقوله: فأتبعه الشيطان، أي استحوذ عليه وغلبه على أمره، فمهما أمره امتثل وأطاع. ولهذا قال: فكان من الغاوين. أي من الهالكين الحائرين البائرين. وقد ورد في معنى هذه الآية حديث رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن جندب البجلي أن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله عنه حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردء الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال: قلت يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أو الرامي؟ قال: بل الرامي. هي في بعض النسخ وكان ردء الإسلام غيره إلى ما شاء الله. قال ابن كثير: هذا إسناد جيد، وصلت ابن بهرام كان من ثقات الكوفيين ولم يرم بشيء سوى الإرجاء، وقد وثقه الإمام أحمد ابن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما، ورواه البزار وإسناده حسن. هذا الحديث في ذم الخوارج: إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه، لأن القرآن له بهجة على النفوس وفرح ونور في الوجه، وكان ردء الإسلام، الردء هو المعين والذي يرقب الأعداء، إذا يعني الذي يرقب قدوم الأعداء للجيش أو يطلع أكثر من غيره. ورد الإسلام هو الذي يعين الإسلام، أهل الإسلام يعني. اعتراه إلى ما شاء الله، أصابه شيء غيره إلى البدعة، انسلخ منه، انسلخ من الدين مثل مرق من الدين، كما يمرق السهم من الرمية. وهذا في منافق أو رجل قد نافق، أو انسلخ منه من معظمه وبقيت معه بقية يسيرة، فإن ذلك ينطبق عليه.
ونبذ كتاب الله وراءه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف، يريد أن يقتل المسلمين كحال الخوارج، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الإسلام ويكفرون المسلمين. ولذا قال: وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال: قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك، المرمي أو الرامي؟ قال: بل الرامي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال، وإلا رجع عليه وإلا حار عليه. أولى بالشرك هو الشرك الأصغر عند جمهور العلماء، إلا أن يكون منافقا نفاقا أكبر، أو يستحل تكفير المسلمين بلا تأويل فيكون كافرا مشركا شركا أكبر والعياذ بالله. وقوله تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. يقول تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها، أي لرفعناه من التدنس عن قاذورة الدنيا بالآيات التي آتيناه إياها، ولكنه أخلد إلى الأرض، أي مال إلى زينة الدنيا وزهرتها، وأقبل على لذاتها ونعيمها، وغرته كما غرت غيره من غير أولي البصائر والنهى. قال أبو الزاهرية في قوله تعالى: ولكنه أخلد إلى الأرض، قال: تراءى له الشيطان على غلوة من قنطرة بانياس. قنطرة في يعني في الشام، الغلوة مسافة، يعني على مسافة من القنطرة، بيحدد يعني المكان الذي سجد فيه بالعام للشيطان. قال: تراءى له الشيطان على غلوة من قنطرة بنياس، فسجدت الحمارة لله وسجد بالعام للشيطان. وكذا قال عبد الرحمن ابن جبير ابن نفيل وغير واحد، نعوذ بالله. بلا شك أن يعني تحديد الأماكن وأن السجود كان في هذا المكان يحتاج إلى خبر صادق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من الأشياء التي لا تصدق ولا تكذب. وروى الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله قال: وكان من قصة هذا الرجل ما حدثنا محمد بن عبد الأعلى عن المعتمر عن أبيه أنه سئل عن هذه الآية: وأتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، فانسلخ منها فحدث عن سيار أنه كان رجلا يقال له بلعام، وكان قد أوتي النبوة وكان مجاب الدعوة، وقد ذكرنا عدة مرات قبل ذلك بطلان القول بأنه كان نبيا. الله أعلم حيث يجعل رسالته، أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. فالأنبياء لا يقعون في الشرك، هم معصومون منه باتفاق أهل العلم، فهذا شذوذ بالغ وقول باطل. قال: وإن موسى أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها بلعام، أو قال الشام، هي بلعام. قال: فرعب الناس منه رعبا شديدا. قال: فأتوا بلعام فقالوا: ادعوا الله على هذا الرجل وجيشه. قال: حتى أؤامر ربي أو أؤامر. قال: فوامر في الدعاء عليهم، فقيل له: لا تدعوا عليهم فإنهم عبادي وفيهم نبيهم. قال: فقال لقومه:
إني قد آمرت ربي في الدعاء عليهم وإني قد نهيت، فأهدوا له هدية فقبلها، ثم راجعوه فقالوا أدعوا عليهم، فقال حتى أوامر ربي، حتى أوامر، فوامر فلم يحر إليه شيء، لم يرجع إليه شيء، فقال قد وامرت فلم يحر إلي شيء، فقالوا لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك المرة الأولى، قال فأخذ يدعو عليهم، فإذا دعا عليهم جرى على لسانه الدعاء على قومه، وإذا أراد أن يدعو أن يفتح لقومه دعا أن يفتح لموسى وجيشه أو نحو من ذا إن شاء الله. قالوا ما نراك تدعو إلا علينا، قال ما يجري على لساني إلا هكذا، ولو دعوت عليه أيضا ما استجيب له، ولكن سأدلكم على أمر عسى أن يكون فيه هلاكهم، إن الله يبغض الزنا، وإنه إن وقعوا بالزنا هلكوا، ورجوت أن يهلكهم الله، فأخرجوا النساء يستقبلنهم، فإنهم قوم مسافرون، فعسى أن يزنوا فيهلكوا، ففعلوا، فأخرجوا النساء يستقبلنهم، وكان للملك ابنة، فذكر من عظمها ما الله أعلم به، قال أبوها أو بلعام لا تمكني نفسك إلا من موسى، قال ووقع في الزنا، وأتاها رأس سبط من أسباط بني إسرائيل، قال فأرادها على نفسها، فقالت ما أنا بممكنة نفسي إلا من موسى، فقال إن منزلتي كذا وكذا، وإن من حالي كذا وكذا، فأرسلت إلى أبيها تستأمره، فقال لها فأمكنيه، قال ويأتيهما رجل من بني هارون ومعه الرمح فيطعنهما، قال وأيده الله بقوة فانتظمهما جميعا ورفعهما على رمحه، فرآهما الناس أو كما حدث، قال وسلط الله عليهم الطاعون، فمات منهم 70,000. فيه عدة نكارات شواذ، والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.